السلام عليكم متابعينا ووصفة جديدة. زي ما احنا شايفين هنعمل فطيرة جميلة باللبن والحليب، اتمنى تجربوها، فطيرة لذيذة وجميلة للسحور بإذن الله، وتنفع كمان على الفطار. زي ما احنا شايفين فطيرة بجد تحفة وعجينة ناجحة جدا. قبل ما نبدأ ونشوف مقادير وصفتنا، اتمنى ما تنسوش دعمكم لنا بالاشتراك في القناة ودعمكم لنا باللايك، واللي اول مرة يشرفنا اتمنى يعمل جولة سريعة على محتوى القناة ستنال اعجابكم. بنقدم سلسله من الوصفات والحلويات الجميله وكمان فيديوهات اخرى مختلفه وهتشوفوها لاول مره. يلا بينا ندخل على المقادير ونشوف مقادير وصفتنا ايه. المقادير بتاعتنا مقادير سهله وهي بسيطه جدا. زي ما احنا شايفين هجيب حوالي نص كيلو من الدقيق، هضيف عليهم معلقه كبيره من الخميره، خميره فوريه لو عندك او خميره عاديه. بعد كده هضيف شويه ملح وهضيف معلقتين كبار من الخل. الخل مهم جامد مع المعجنات طبعا، بيدي له هشاشه ومفيد بجد مع كل المعجنات، اتمنى تحطوه على كل معجناتكم. بعد كده هضيف معلقه من السكر وهحط كمان 2 عدد بيض. انا لسه لحد دلوقتي لا حطيت لا زبده ولا زيت. انا بعد كده بقى هضيف لبن وهبتدي الم العجين بتاعي باللبن. لو حابه تعجني العجينه ديت بالميه هيبقى هتنجح ان شاء الله معاكي، ولكن انا حبيت اعملها باللبن. طبعا اللبن بيدي قيمه غذائيه احسن للمعجنات، وطبعا بيدي له ميزه عن باقي معجنات الميه. بعد ما لميت العجين والعجين الى حد ما متماسك، ده نص قالب من الزبده طالع من الثلاجه، شلت منه حوالي معلقتين من الزبده، يعني هو نص قالب شلت منه معلقتين وحطيتهم على العجين وعجنت بيه العجين كويس. طبعا الزبده لازم تكون طالعه من الثلاجه، ما تكونش زبده سايحه. هعجن بقى العجين كويس بتاعي وهسيبه يختمر في مكان دافي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ادي العجين بتاعي بعد ما اختمر، هاخد جزء من العجين وهنفرده مع بعض. هفرد العجين اكن زي ما انت ما بتعملي نفس سمك عجينه الدوناتس، نفس سمك الدوناتس لما بتيجي تفرديه بيكون العجينه متوسطه في السمك بتاعها. هفرد العجين زي ما هنشوف وهنشوف السمك بتاعها، وهبتدي بقى اقطعها على حسب الصينيه اللي هحطها في الفرن، وطبعا هنشوف بعد كده هنشكل العجين بتاعنا ازاي. ادي سمك العجين بتاعنا اللي احنا محتاجينه، جبت حجم الصينيه اللي انا هحط فيها العجين وابتديت اقطع العجينه بتاعتي على قد الحجم الصينيه. بعد كده بقى هحط العجينه بتاعتي جوه الصينيه وهبتدي افردها، وهسيبها حوالي ربع ساعه العجينه ترتاح جوه الصينيه قبل ما اشكلها. يعني الاول انا حطيتها دلوقتي، بعد كده هسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه، هبص الاقي العجينه بتاعتي حجمها تضاعف شويه، وطبعا هبتدي بقى اشكلها الشكل اللي انا عايزاه. وطبعا خطوات التخمير دي بتفرق مع العجين. بعد كده ادي العجين بتاعي، انا الحقيقه سبته اكتر من ربع ساعه حوالي نص ساعه، هبتدي بقى اعمله بالشكل ده من الجوانب، وطبعا هنشوف باقي الاشكال شكل باقي الطريقه اللي هنعمل بيها العجين. بعد ما عملته كده هبتدي اقسم العجينه بتاعتي من جوه حوالي 8 اجزاء، وطبعا الثمان اجزاء دولت عشان احط فيهم الجبنه. وبعد كده جبت السكينه وابتديت اعمل لها شكل من الجوانب بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. هكمل كل الجوانب بنفس الشكل بالسكينه او طبعا بمعلقه لو عندك. هتبتدي نعمل الشكل ده على العجين بتاعنا، بيديها شكل حلو وهي طالعه من الفرن. ادي شكل العجين بتاعنا. بعد كده بقى هجيب اي جبن عندك، لو عندك جبنه بيتزا زي ما انا عملت، او في انواع من الجبن بتكون جبن مطاطيه، بتكون طبعا القطعه على بعضها، ممكن تحطيها في الاماكن ديت بتبقى كمان احلى مع العجين. انا كان متاح عندي الجبنه بتاعت البيتزا فالحقيقه حبيت اعملها بيها. هبتدي بقى احط زي ما احنا شايفين، احط الجبنه بتاعتي في الاماكن ديت، وبعد كده هدهن هجيب بيضه وهحط عليها رشه فلفل اسود. طبعا العجينه ديت من المعجنات زي البيتزا كده، حطيت عليها رشه فلفل اسود وخفقتها كويس، وبعد كده هدهن بيها وش العجين بتاعنا. ادي البيضه، هندهن بقى العجين بتاعنا في الاماكن اللي ما فيهاش جبنه، هندهنها كويس. وطبعا بعد كده طبعا التزيين ده حسب المتاح عندك، انا حطيت عليها رشيت عليها حبه البركه والسمسم. وطبعا الخطوه المهمه كمان مع الفطيره بتاعتنا ديت، ان انت بعد كده تسيبيها حوالي نص ساعه كمان ترتاح قبل ما تحطيها في الفرن. يعني بعد كده انا حطيتها حوالي نص ساعه قبل ما احطها في الفرن،
ودي كانت فطيرة سريعة، وطبعا هنحطها في الفرن وهنشوف شكلها ايه. ودي شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما حطناها في الفرن وطلعناها، زي ما احنا شايفين فطيرة جميلة بنفس الشكل اللي احنا شايفينه، وهنشوف ازاي العجينة بتاعتها خفيفة وبجد هتعجبكم، اتمنى تجربوها. بعد كده بقى انا زي ما انتم شايفين انا دهنت وشها بالزبدة، الزبدة هتديها طعم حلو وكمان بتديها لمعان وانت بتقدميها، وهنقطعها مع بعض ونشوف ازاي العجينة بتاعتها ناجحة. عجينتها اولا خفيفة جدا وكمان طعمها حلو بالجبنة والمكونات اللي عليها، تستخدميها في السحور بإذن الله هتعجب عيلتك والكل هيشكرك عليها. عجينة خفيفة وكمان شكل الفطيرة من فوق ومن تحت جميلة جدا، أتمنى تجربوها. هنقطع حتة مع بعض وهنشوف طبعا العجينة بتاعتنا ازاي شكلها ازاي وشكل الفطيرة بتاعتنا ازاي. دي من افضل المعجنات اللي ممكن تعمليها، العجينة دي ممكن تستخدميها في معظم المعجنات اللي انت ممكن تعمليها في البيت. هنقطع جزء وهنشوف طبعا العجينة بتاعتنا، ادي الفطيرة بتاعتنا، العجينة طرية جدا وكمان خفيفة وطعمها لذيذ. وطبعا دي كانت وصفة سريعة اتمنى تعجبكم، وهسيبكم دلوقتي مع مجموعة من المعجنات على القناة اتمنى تشوفوهم، مجموعة جميلة بجد اتمنى تجربوهم وهينفعوا في السحور بإذن الله. والسلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين.